طبعا الإعلام الغربي العربي هذه المرة يعني تقييم حضرتك له إيه؟ هو هذه المرة أنا شايفة إن هو كان ملتزم للمهنية يمكن أكتر. أكتر من الإعلام الغربي، طب لأن نفس السؤال عن الإعلام الغربي، هل كان أيضا يتمتع بهذه المهنية؟ لا ما كانش بيتمتع بالمهنية، بالعكس إن كان يعني كتير التغطيات الإعلامية الغربية كانت فيها تحيز كبير، كان فيها رؤية طرف واحد بس اللي كان بيظهر. مع الضغوط الشعبية والمظاهرات اللي بتحصل بدأ يبقى فيه، وده اللي احنا المفروض نستثمره حاليا، لأن دلوقتي أصبح فيه رأي عام دولي أو عالمي أصبح يتعاطف بشكل كبير مع القضية. احنا شفنا كتير حتى من أعضاء مجالس الكونغرس والنواب بدأوا يعني البرلمانات الأوروبية فعلا البرلمانات بقى صوتها، بدأت يبقى يعني فيه أنا صوت أعتقد حتى في مختلف. تصريحات كثيرة لأمين عام الأمم المتحدة بالظبط، وهو مهاجم الآن من إسرائيل يعني. وكان بي يعني بي بيدعو للمساعدات الإنسانية إنها تدخل، وكان يعني مهاجم جدا لسياسة إسرائيل وهجومها الكبير والمتكرر. طيب السؤال يعني المشاهد هنا يعني هتنتابه الحيرة، يعني صح، أين يذهب؟ يتفرج على إيه؟ يسمع إيه؟ يصدق مين؟ لأن المسائل كلها بقت يعني احنا فعلا كنا لفترة طويلة بنفتكر ان الاعلام الغربي ده هو الاعلام اللي بيقدم الموضوعية والحقيقة والمهنية، لكن كتير من الازمات حتى اللي احنا مرينا بيها في كعرب او كمصريين كان شفنا ان في ما كانتش هي دي الصورة الحقيقية فعلا، لان زي ما بقول لحضرتك لما بتبقى في توجهات ومصالح الناحية السياسية بتغلب على المهنية، وده موجود في كتير من التغطيات الغربية. الجمهور كمان في نقطة برضو مهمة يا أستاذة درية، تفضلي. دكتورة درية، موضوع اللي هو المعلومات المضللة أو الأخبار اللي هي الكاذبة والزائفة والشائعة دي بتكتر دايما في الأزمات، فبالتالي ده برضو أفقد الإعلام الغربي بعض المصداقية، لأنه كتير من الأخبار ما كانش مدققة، ما كانتش أيوة، وتراجع حقيقية هو عنها يعني. وتراجع عنها، فده بيدي يعني المفروض بقى ان احنا نستثمر ده في توعية الجمهور بتاعنا، وان احنا ندي اداء يعني ايجابي من جانب وسائل اعلامنا. واحنا دلوقتي عندنا طاقات، يعني عندنا وسائل اعلامية متعددة، قناة مصر الاخبارية يعني ليها دور مهم جدا، القنوات الإخبارية المصرية يعني أنا شايفة إن هي اشتغلت بمهنية، إن هي راعت إن يكون في فكرة اللي هي الموضوعية والمعايير اللي هي المهنية، فدي إحنا لازم نستثمر ده ونستثمر الأوضاع اللي هي دلوقتي، لأن الإعلام الغربي بقى في وضع أعتقد مش خافي على الجمهور المصري والعربي، إن هو منحاز بشكل كبير جداً نتيجة طبعا لظروف كتيرة. طبعا كلنا نعلم ان في يعني جانب ولوبي كبير يعني مسيطر على الاعلام بشكل عام، خصوصا في دول كبيرة زي بريطانيا زي زي امريكا أمريكا طبعا، فلازم نبقى يعني فاهمين ملكية ده وسائل الإعلام هناك يعني بتحدد توجهاتها أيضا. طبعا. وهناك عندنا هو بس الحاجة اللي يعني المهمة إن المواطن الأمريكي مثلا هو مدرك تماما إن عنده ده اليمين المتطرف، ده اللي هو القناة دي تتبع كذا، فهو عنده يعني نوع من الإيه إدراك للفروقات، لكن إحنا لما بنيجي نتلقى الإعلام الغربي ما عندناش بقى الوعي ده، فإحنا لازم نكون على وعي إنه في يعني زي ما حضرتك قلتي الملكية ومين اللي ورا المؤسسات دي، ما ناخدش كل الأمور إن هي دي الصحيحة وهي دي الموضوعية، بالعكس ده احنا شفنا كتير من الممارسات الإعلامية في بعض الصحف والمؤسسات مختلفة تماما أو بعيدة عن فكرة حتى التوازن اللي احنا بنتكلم عليه. ما احنا مش هنقدر نكون محايدين تماما، ولكن في بعض المعايير الإعلامية اللي الناس لازم تفرق ما بينها، يعني أنا ممكن أكون ليا توجهات
لكن ده لا يأتي على الحقيقة. يعني أنا بقول أنا في حصل كذا وكذا، لكن ما اجتزئش بقى اللي حصل عشان أنا وجهة نظري هي كذا. أنا ممكن أصرح أن أنا وجهة نظري مع الطرف ده، لكن في حقائق ما ينفعش أن احنا نغيبها أو ناخد جزء منها أو نتجاهلها.